تحت الضغط. يوسف ومحمود، محمود ويوسف، شكلك كده محمود عايز تروح تسمع أغنية. تمام. إيه رأيك؟ تمام. روح اسمع أغنية وارجع لنا تاني. تعالى يا يوسف مكاني. إيه رأيك في اللي بيحصل؟ مش عاجب. مش عاجبك صح؟ تمام محمود تمام. تحت الضغط كاونتر. في أي دولة عربية تقع مدينة جابس؟ تونس. صح. ما هي العملة الرسمية لدولة نيبال؟ فرانك. غلط. شاعر راح المؤلف أغنية عدى النهار لعبد الحليم حافظ، فمن هو؟ أحمد شوقي. غلط. كم عدد ألوان علم دولة ألبانيا؟ ألبانيا 3. غلط. ما هو الحزب الذي ساهم أندرو جاكسون في تأسيسه بأمريكا؟ حزب الجمهوري. غلط. فنانة راحلة قامت بدور ابتسام في مسلسل وكل القمر، فمن هي؟ بص. كم عدد الدقائق في 6 ساعات؟ 360. صح. ما نظام الحكم في دولة كمبوديا؟ ملكي. صح. رباعية فالو هو مرض يصيب أحد أعضاء جسم الإنسان. كبت. غلط. من هو اللاعب؟ كويس كويس، مش وحش مش وحش مش وحش. معلش طبعا في أسئلة كانت سهلة جدا. معلش معلش، أنت نازل مش راضي عن الأداء ومتوتر، فده طبيعي مش وحش. سليم، عايزين محمود ينضم لينا. طبعا 3 إجابات صح. ايه رايك يا محمود؟ عايز تعرف يوسف عمل ايه ولا لا؟ مفاجأة. مفاجأة. طيب انا سألت 9 اسئلة من 10. تمام. تحت الضغط كاونتر. في اي دولة عربية تقع مدينة جابس؟ تونس. صح. ما هي العملة الرسمية لدولة نيبال؟ دولار. غلط. شاعر راح المؤلف اغنية عدى النهار لعبد الحليم حافظ، فمن هو؟ لبنودي. صح. كم عدد الوان علم دولة البانيا؟ 3. غلط. ما هو الحزب الذي ساهم أندرو جاكسون في تأسيسه بأمريكا؟ بوس. فنانة راحلة قامت بدور ابتسام في مسلسل وكل القمر، فمن هي؟ بوس. كم عدد الدقائق في 6 ساعات؟ 360. صح. ما نظام الحكم في دولة كمبوديا؟ جمهور. غلط. رباعية فالو هو مرض يصيب أحد أعضاء جسم الإنسان، فما هو؟ كبد. غلط. من هو اللاعب الذي سجل هدف الفوز في نهائي أمم أفريقيا؟ ما لحقتش أقول السؤال الأخير. 3 إجابات صح من 9، لأن السؤال الأخير ما لحقتش أقوله. كم إجابة صح؟ 3. اتعادلتوا، محدش أحسن من حد. تعالوا نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. ما هي العملة الرسمية لدولة نيبال؟ روبية. روبية. بالظبط كده. السؤال الرابع، كم عدد ألوان علم دولة ألبانيا؟ إيه؟ انتوا الاثنين قلتوا 3 وهي 2. أحمر وأسود. انت حافظ الألوان كمان، ممتاز. ما هو الحزب الذي ساهم أندرو جاكسون في تأسيسه بأمريكا؟ هو الحزب الديمقراطي. الديمقراطي، مش الحزب جمهوري. الجمهوري. فنانة راحلة قامت بدور ابتسام في مسلسل وجه القمر، فمن هي؟ فاتن حمامة. فاتن حمامة. ايه ده؟ كل أسئلة بتتجاوب احنا واقفين، ايه الجمال ده؟ السؤال التاسع، رباعية فالو هو مرض يصيب أحد أعضاء جسم الإنسان، فما هو؟ أنتوا الاثنين قلتوا الكبد، والإجابة الصحيحة هي القلب. كلنا نحيي يوسف ومحمود، محمود ويوسف. الفرق زي ما هو ولكن النتيجة اتغيرت. يوسف كنتوا كام؟ 40. وثلاث إجابات صح بقيته 55. 55. محمود جمال كنتوا كام؟ 35. 35. وثلاث إجابات صح بقيته 50. 50.